بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييتم إلى هذا اللقاء في هذه الحلقات من هذا البرنامج وقفات مع آيات الصيام، الذي يتشرف فيه بالحضور مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فحي الله فضيلته وأهلا وسهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، متى وعلى من يجب الصوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيجب الصوم على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، بشرط أن يكون بالغا، فلا يجب على الصبي، لكن يؤمر به إذا كان يطيقه، من أجل أن يتمرن عليه ولأجل أن يكون له نافلة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون صبيانهم بالسلام ويلهونهم بشيء من اللعب حتى يأتي وقت الإفطار، وأن يكون عاقلا، يخرج بذلك المجنون والمعتوه الذي ليس له عقل، فإنه لا يجب عليه صوم لفقدان الأهلية، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، ذكر منهم الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، أما النائم فإنه لا يسقط عنه الصيام، بل يصوم وهو نائم، بشرط أن يكون نوى قبل النوم، نوى الصيام قبل النوم في الفرض، قبل طلوع الفجر. فهذه شروط وجوب الصيام: أن يكون مسلما بالغا عاقلا. فإن كان مقيما وصحيحا فإنه يجب عليه الصيام أداء، وإن كان مسافرا سفر قصر أو مريضا يشق عليه الصيام فإنه يفطر ويقضي من أيام أخر، فدل على أنه لا بد من وجوب الصيام سواء أداء أو قضاء على كل مسلم بالغ عاقل. نعم. ثابكم الله فضيلة الشيخ. كان هذا ضمن الحديث عن الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الآية قوله: كما كتب على الذين من قبلكم، من هم وكيف كان صيامهم فضيلة الشيخ، وهل كان في رمضان؟ كما كتب على الذين من قبلكم، يعني من الأمم السابقة، قد فرضه الله على الأنبياء وعلى أممهم، لكن قد يختلف في كيفيته عند الأمم السابقة عن كيفيته عند هذه الأمة. وصيام شهر رمضان من خصائص هذه الأمة، أما الأمم السابقة فلها صيام في أوقات أخرى محددة، لكن منهم من غير هذه الأوقات وتلاعب فيها، ومنهم من بقي على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لكن على كل حال الأمم السابقة لها صيام، وإن كان يختلف عن صيام هذه الأمة وقتا وكيفية. نعم. إذن نقول أن التشبيه في أصل الصوم وليس في كيفيته. نعم، في أصل الصيام وليس في كيفيته ووقته، فهذا يختلف. نعم. اختلاف الشرائع. نعم. أن الله جل وعلا يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. الحكمة من الإشارة لهذا الأمر فضيلة الشيخ؟ لأجل أن يسهل. نعم. لأجل أن يسهل على الناس، ولأجل أن تحصل القناعة التامة، لأن هذا شرع عام لجميع الأمم، والشيء إذا عم سهل يقولون.
الشيء إذا عم فإنه يسهل. نعم. قوله تعالى لعلكم تتقون، لعل كما هو معروف حرف مشبه بالفعل ومعناه الترجي، وهو طلب الأمر المحبوب، فهل هي كذلك هنا؟ لعل يقول عسى من الله واجبة. نعم. عسى ولعل، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، عسى ولعل من الله واجبة. نعم. ولكن المراد بها هنا تعليل، والله أعلم المراد بها هنا التعليل، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا، لأن الصيام يفيد التقوى، والتقوى هي اتخاذ الوقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى، اتخاذ الوقاية بطاعة الله عز وجل، لأنها هي التي تقي من عذابه سبحانه وتعالى. فالصيام فيه أكبر وقاية، لأنه يعود النفس على ترك مألوفاتها وشهواتها طاعة لله سبحانه وتعالى، فيه يتغلب الصائم على نفسه الأمارة بالسوء التي كانت تتغلب عليه في غير وقت الصيام، كما قال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالصائم يتغلب على نفسه ويترك مألوفاته ويترك شهواته طاعة لله، فيقدم طاعة الله على طاعة نفسه، وهذا علامة الإيمان. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالصائم لما قدم طاعة الله على طاعة نفسه فإن هذا علامة صدق الإيمان وصدق التقوى، ولهذا قال لعلكم تتقون. فالصيام فيه تربية للنفس وفيه ترويض للنفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإيثار طاعته على ما تحبه النفس. نعم. نفع الله بكم فضيلة الشيخ. لا شك أن التقوى هي طريق النجاة والفلاح، ما الطريق للتقوى فضيلة الشيخ؟ لو بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين كيف يمكن أن ينمي الإنسان ويعمق الإنسان تقوى الله سبحانه وتعالى في نفسه؟ طريق التقوى أن في الصيام، الصيام طريق إلى التقوى، لأنه كما ذكرنا يروض نفسه ويعودها على ترك مألوفاتها وترك شهواتها، وأيضا يعودها على الصبر، على الصبر والتحمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولأن الصيام أيضا يعود الإنسان على سائر الطاعات، تجد الصائم يختلف عن المفطر، تجد الصائم عنده رغبة في الطاعة والعبادة، تلاوة القرآن والصلاة والصدقة والبر والإحسان أكثر مما عند المفطرين، لأنه يربط الصائم بربه سبحانه وتعالى. وأيضا الصيام يطرد الشيطان الذي كان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإن الصيام يضعف مجاري الشيطان في البدن فلا يوسوس له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وذلك لأن الصيام يقلص الشهوة عند الإنسان ويكبح جماح النفس التي كانت طليقة في وقت الإفطار، يكبح جماحها فترغب في الطاعة. فالصيام هو أعظم وسيلة إلى التقوى، ولهذا قال سبحانه لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. هذا من أعظم فوائد الصيام. وكذلك مما يسبب تقوى الله استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، استحضار عظمة الله
استحضار أن الله مطلع على عبده وعالم بأحواله لا يخفى عليه منه شيء، فإذا استحضر هذا فإنه يخاف من الله عز وجل ويحصر نفسه في الطاعات ويبتعد عن المعاصي، لأن الله يراقبه سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فيستحضر الإنسان أن الله مطلع عليه وأنه عالم بأحواله وأنه يراه ويسمع أقواله، فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله وشؤونه. فإذا استحضر هذا فإنه يتقي ربه سبحانه وتعالى ولا يخالفه. كذلك من أسباب التقوى تدبر القرآن العظيم، تدبر القرآن العظيم، فإنه يلين القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يتدبر كلام رب العالمين ويكثر من تلاوته: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فهذا القرآن يلين القلوب ويقرب القلوب من علام الغيوب، لأنه كلام الله فيه الوعد والوعيد وفيه الأمر والنهي وفيه ذكر الجنة والنار. وكذلك مما يسبب التقوى تذكر الموت، تذكر البعث والحساب والنشور والميزان والجزاء على الأعمال، تذكر الجنة والنار. هذا مما يجعل الإنسان يتقي ربه ويعمل لآخرته. أما إذا غفل عن الآخرة أو ضعف إيمانه بالآخرة فإنه يصبح كالبهيمة، يأكل ويشرب ولا يعمل للآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال سبحانه: لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بكم وبما قلتم وجعل ذلك في موازين حسناتكم، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في اللقاء المقبل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.